اهلا وسهلا مجددا مشاهدينا، تحيه صباحيه لانصاف فتحي. انصاف طبعا مشاهدينا رسمت لوحه السلام لانه هي دائما الفنانه المحببه لدى كثير جدا من جمهور الشعب السوداني في كل مكان. يعني بنحييها صباحا، وانصاف عندها دور في عمليه البناء في الاغنيات اللي هي تراثيه وعندها طابع في الكلوري، لكن برضو بناء الانسان بيبدا من الفرد. ولما نتكلم عن هذه المرحله الانتقاليه الجديدة فيها كثير جدا من المشروعات اللي ممكن تبني الإنسان السودان، تكلم دائما عن تضافر الجهود المشتركة حتى أنه ننهض بالوطن السودان ده في الفترة دي بالتحديد. في مبادرات كثيرة جدا نشطت في الفترة الأخيرة حتى في فترة الثورة السودانية وما بعد الثورة السودانية في الشعار الكبير حنمنيه. جزء من بناء الإنسان هو الإنسان نفسه، لذلك خلونا كلنا نكون إنسان بإنسانيتنا وفطرتنا الإنسانية بديننا الحنيف اللي هو دائما حثانا للتعامل بالصورة المطلوبة. مبادرة نعم، الجميل في المبادرة انه هي مبادرة شبابية، يعني بتلقى انه شباب السودان هم اللي بيسعوا لي انه يعني يقوموا باطلاق مثل هذه المبادرات. دايما دل بدل على انه الشباب همهم هم البلاد، همهم هم الانسان نفسه اللي هو انسان البلاد. مبادرة انا انسان الخيرية مبادرة من اسمها واضح جدا ان هي خيرية واتجاهها في اتجاه الخير، لكن داخل الاستوديو معنا احمد فؤاد سعد هو مسؤول مبادرة انا انسان الخيرية للحديث عن هذه المبادرة، وايضا بالتعاون مع مبادرة اخرى مبادرة غيث الخيرية. يمكن هم نظموا برنامج كبير جدا مهم جدا للأطفال الأيتام فاقدي السند. لكن بداية أحمد احنا مرحب بك كثير جدا، صباح الخير عليك، أهلا بك. أهلا وسهلا يا أحمد. طيب نور السادة المشاهدين صباحا بمبادرتكم الجميلة. طيب أول حاجة بعد بسم الله الرحمن الرحيم بعد الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، بنوجه أول حاجة التحية لقناة الشروق للاستضافة الجميلة دي. إذا حبينا نحكي عن مبادرتنا إنسان، يعني أنا بحب أقول إنه كل زول جواه بيكون في خير، دائما بيكون في الجانب الخير ودائما بيكون في الجانب الشري، المشكلة أنت كيف تطلع جانب الخير جواك. فمبادرة أنا إنسان أساسا محصورة على دعم أطفال السرطان في السودان. فنسبة طبعا لوضع الحجر الصحي في البلاد وكذا نسبة لكورونا طبعا كوفيد 19، فغيرنا اتجاهنا شوية كذا لحد ما نسجل المبادرة بتاعتنا بصورة رسمية وتبقى منظمة رسمية عشان نقدر نشتغل على الهدف بتاعنا الأساسي. فاشتغلنا على دعم الأسر المتضررة من الحظر اللي هي كانت عبارة عن حوجات أو احتياجات بمختلف المشاريع بمختلف التكاليف، منها أدوية، مساعدات بتاعت أدوية لأسر، منها مشاريع مادية تدخل مادة أو تدخل قروش دخل للأسر. أيوة دخل منها عمليات برضو. فاشتغلنا في الإطار ده لحد ما وصلنا الليلة يعني في الصباح الجميل ده يعني لمشروع اليوم الترفيهي 2020 للأيتام فاقدي السند. فاشتركنا مع مبادرة غيث الخيرية وان شاء الله البرنامج حيكون الليله بتاعنا، او حاليا هو اصلا البرنامج بدا في حدائق محمد بدوي في الكلاكله. بس يعني ماشيين كويس الحمد لله. جميل، يعني الحديث عن المبادره واضح جدا جدا، لكن خلينا المشاريع اللي انتم قمتوا بتنفيذها تحديدا، يعني انت ذكرت انه دعمتوا الاسر، قمتوا ب يعني تقديم عدد من الافكار لزياده الدخل خاصه في ظل جائحه كورونا. حدثنا عن المشاريع اللي قمتوا بتنفيذها تحديدا هي شو؟ طيب بالنسبه لمشروع الدخل، كان عندنا اسره متضرره من موضوع الحظر ده، وكان عندهم يعني الاب والابن عندهم ابن صغير فكانوا شوية ذوي احتياجات خاصة. فكانت الأم هي الوحيدة اللي ممكن تشتغل وتدخل دخل الأسرة وتساعد في الأسرة دي. فوفرنا الحمد لله يعني دواء للولد ده، عدد 3 أو 4 أدوية للولد ده، وكرسي متحرك ده بالنسبة للطفل وللأب. بالنسبة للأم المشروع كان عبارة يعني احنا تواصلنا معاها وقالت هي ما عندها اي فكرة عن اي شيء الا المخبوزات، فهي بتقدر تخبز وبتقدر توزع. فاحنا قمنا اشترينا لها فرن آلي وانبوبة بتاعة غاز وجبنا لها مواد تموينية وكذا على اساس انها تكفيها لمدة شهر او شهرين عشان تقدر تبدأ وتمشي في المشروع ده. احمد يعني كلفنا بالتوزيع بتاع
جميل. طيب يعني كلامك ده بقودنا لمحور ثاني اللي هو اصلا انتوا كيف ميدانيا بتعرف انه في اسر محتاجه عشان تقدموا لها الدعم؟ هل المبادره دي فيها اقسام مقسمه؟ يعني في ناس مهمتهم الاساسيه انه يشوفوا الناس المحتاجين عشان تتقدم لهم الخدمه اللي قلتها دي بالصوره المطلوبه؟ ايوه، في تقسيمات داخل المبادره اصلا اللي هي تقسيمات، يعني تقسيمات لاي حاجه. الاعلاميه عند الاعلام عندنا له جزء مخصص، فراو الماليه كذلك، اللوجيستيك، كل حاجه مقسمه بطريقه معينه، كل زول عنده تخصصه، يعني على حسب التخصص احنا بننفذ او بنقسم الناس. بالنسبه للحاجات اللي كانت بتجينا، في احنا كنا يعني بننشر اول حاجه، يعني مما بدينا احنا نفتش برانا الناس المحتاجين والحالات. ايوه والحالات وكده. فاول ما بدينا نشتغل اول حاجه ثاني حاجه بدات الناس تجينا، يعني بدأت ترسل لنا، بدأت تتواصل معنا في صفحتنا في الفيسبوك. في أرقامنا الخاصة كده، عندكم رقم حساب يعني بنكي عندنا. وعندكم عندنا صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي. حساب بنكي ما عندنا باسم المنظمة لأنه ما مسجلة، فبنحتاج أيوة. إنها تتسجل باسم فرد. هاي باسم فرد من المنظمة. وعندنا أرقام، عندنا صفحة كذلك في الفيسبوك، في تويتر، في انستغرام، في التليجرام، على كل مواقع. يعني الكشف عن الحالات اللي هي المحتاجه كان النشر من خلال الفيسبوك، واللي بتلقى استجابه بعد ذاك في ناس هم بوريكم انه في حالات محتاجه لدعم، وانتم بعد ذاك بتتواصلوا معاهم. واللي بكون عارف حاله بيجيبها، يعني بيتكلم عنها. بتشوفوا بعدين. لكن طبعا معلش على المقاطعه، ما في مشكله، اسف. لكن طبعا دائما بنركز انه نمشي لهم ميدانيا. اي تشوف الحاله، بنشوف الحاله الواقع. لانه يعني في ناس بيستغلوا الحته دي للمصداقيه. يعني جميل جميل، فكنا مركزين على النقطة دي أكثر شيء، إنه يعني نزور ميدانيا أول قبل ما نقدم المساعدة عشان نقدر نتأكد من المصداقية بتاعة الحالة وكده، لعدم استغلال الحتة دي يعني. أول نقطة. جميل. طيب ماذا عن مبادرة غيث الخيرية؟ والله مبادرة غيث يعني مبادرة جميلة جدا، هي بدأت قبلنا بكثير، يعني مبادرة أكبر مننا بكثير صراحة، بدأت قبل سنتين أو ثلاثة تقريبا. انا عارفه، لكن حاسه انكم انتوا جزء من غيث، تفرحتوا منها تقريبا. والله احنا مبادره صغيره لسه، صغيره. يعني انا اللي اسست المبادره دي، اسستها في رمضان. لكن مبادره غيث صراحه اللي خلانا ندخل معاهم في المشروع ده، بالذات اليوم الترفيهي للايتام ده، يعني ناس عندهم خبره اكثر مننا. وكل سنه بننفذوا مشروع اليوم الترفيهي للايتام، تواصلنا معهم عن طريق اعضاء مشتركين، يعني في اعضاء عندنا في انا انسان، وفي اعضاء نفس الاعضاء بيكونوا في غيث. فتواصلنا الفكره دي من خلال الاداره وكده، وعملنا اجتماعاتنا وظبطنا الموضوع، وحاليا الحمد لله يعني. الحمد لله. طيب احمد، انت قلت انه المبادره هي يدات في بدايتها، وعشان يتم التنسيق مع كل المبادرات برضه بيحتاج منكم شراكات. انت ذكرت انه غيث هي مبادره عندها خبرتها في مجال العمل الانساني، عشان كده بترتقوا معها انه تقدم الخدمه المطلوبه. هل عندكم في خططكم انكم تتزعوا تعملوا شراكات مع مبادرات مختلفه حتى انه يكون الجهد مشترك، يعني حتى في تقديم الخدمه؟ في ناس بيعملوا في مجال الاطفال فاقدي السند واطفال السرطان او كذا، عشان الدعم كله يكون اتجاه واحد والمتبقي انه يمشي لمبادرات ثانيه. والله احنا ما يعني صراحه كده ما كنا عندنا فكره للشراكه مع مبادره ثانيه، يعني احنا كنا عايزين ننفرد بموضوع اطفال السرطان، ونكون مبادره يعني مختصه بالكلام ده، او منظمه مختصه بالكلام ده، بس ما كنا عايزين نفكر في اي حاجه ثانيه. اسيت عملتوا يعني شراكه مع غيث؟ احنا عملنا شراكه لليوم المفتوح لليوم فقط، صح؟ لكن ممكن لقدام يكون عندكم خطط مع مبادرات ثانيه، يعني حتى انه حتى شكل الدعم يكون مشترك، الاشخاص المتطوعين ذاته يكونوا مع بعض. ايوه دي ما في مانع، دي بالنسبه لنا احنا ذاته يعني فائده لنا، سواء كان من ناحيه اعلاميه، سواء كان من ناحيه خبره، نكتسب خبره جديده، سواء كان من ناحيه انتشار برضه، سواء كان وصل اكبر عدد. ايوه بالضبط كده، لازم. جميل. لما نتكلم عن مبادره خيريه بنتكلم عن حاله معينه اللي يعني محتاجه لحوجه معينه. طيب من وين بتسير المنظمه دي او المبادره دي، يعني من وين بتسير مشاريعها؟ يعني نتكلم عن الدعم. طيب من وين بيجي؟ بالنسبه للدعم ده، يعني هو اول حاجه انت كمبادره لازم يكون عندك مشاريع تدخل لك، يعني تدخل لك القروش وكده، تدخل لك عائد او تجيك راجعه بعائد. ف احنا حاليا في الوقت الراهن او في جميع مشاريعنا اللي فاتت، غير البره اللي هو انت بتمشي مثلا بتجمع تبرعات او كده، بتكتب خطابات بتقدمها لجهات معينه على اساس انها
تتبرع عليك او كده. زائد الكلام ده احنا بنعمل يعني داخل الجروب بتاعنا، عندنا جروب في الواتساب، فاحنا بنعمل التبرعات على شكل مزاد في بياناتنا فيما بياناتنا. فمثلا الليله بنقوم عندنا مثلا حوجه ب 2000 مثلا او ب 5000، بنقول احنا يا جماعه عندنا حوجه كده تكلفتها كده، عندنا منها مثلا 2000 من ال 5000 دي. بنقوم نشتغل على شنو؟ على مزاد داخل الجروب، اللي هو بنفتح مزاد انا ده بشيل 20، ده بقول انا ده بشيل 30، ده بشيل 100، ده بشيل 50. جميل. فبنمشي كده، حبيت حلو. فبنشتغل كده يعني حاليا، يعني الدعم ده من داخل المبادره من الاعضاء نفسهم هو اكثر من الدعم الخارجي للمبادره. احمد، يعني ما في مبادره كده جاد على الساحه ولقت الحجم والرواج الكبير في فتره قصيره ما لم برضه تتدرج وتشوف الزوايا الثانيه عشان تقدر انه تشوف الاحتياجات والنقص والدعم ممكن تقدمه. فانت ذكرت في جروب احنا عايزين المزاد ده يكبر ويشمل شاء جوانب كثيره، فمن وين العضويه لو الواحد عايز انضم للمبادره انا انسان وحاب عجبته الفكره في مشاريع لسه تحت التنفيذ يعني؟ فهل انتوا عندكم ناس متخصصين برضه في المبادره في يعني العضويه؟ العضويه تكون مفتوحه من وين؟ في منصات تواصل اجتماعي ولا كيف بتروجوا لها اصلا يعني؟ والله بالنسبه للعضويه احنا ما خاطين شروط معينه، كونك انك انت عايز تيجي تشارك معنا او تدخل في مبادره انا انسان فانت عادي. ممكن الروابط احنا بننشرها مفتوحه على السوشيال ميديا، على فيسبوك وكده بتكون دائما مفتوحه، بنكون ننشر الرابط بتاع الجروب وكده وبننشر، بعد كده الناس بتبدا تجينا في على الصفحه بتاعت الفيسبوك بالضبط او بالتحديد دي عاملينها مقفوله شويه عشان دفاع نشاطكم الداخلي، دفاع النشاط الداخلي. فعاملينها مقفوله شويه، دي اللي هي بننزل فيها غالبا او دائما بننزل فيها الحوجات اللي بتتم، يعني الحوجه انت تمت وتمت تكفلها. ايوه قبل وبعد، اللي هو مثلا زي مشروع اليوم الترفيهي ده بننزل منشورات بوستات كده على اساس انه مثلا يوم الترفيهي يوم 10/2/2020 يوم ترفيهي للايتام، فيه شرح مفصل للموضوع وكده، بعد كده بنقفل على كده بننشر كده. انا بتخيل انه كده يعني افضل، انه يعني احنا عارفين قد ايه يعني السوشيال ميديا منبع لكثير من المشاكل وعدم تفهم الفكره وعدم تفهم الموضوع ذاته والمبادره نفسها. طيب احمد، انت شعب والسودان حاليا بيمر بمرحله انا ما اعرف اسميها مطبات، ما اعرف يعني مرحله صعبه جدا بقى المعنى فضفاض يعني. ايوه يعني السودان كلنا عارفين يعني احنا كلنا عايشين الظروف الحاليه في السودان كشعب، وحاليا انت متطوع في مبادره كبيره جدا ومهمه جدا انا انسان الخيريه. في رايك يعني دور الشباب في بناء السودان في هذه المرحله تحديدا؟ والله دور الشباب كبير شديد. الفكره جت بعد الثوره يعني كان مختلف شديد شديد شديد. حتى احنا يعني انت قبل شويه ذكرت لي برنامج الدعم الخارجي والعائد اللي بيجيك وكده، يعني بالتحديد انا حتكلم لك عن اليوم الترفيهي ده بالتحديد، كان لجان مقاومه الديم جنوب كان لهم دور كبير جدا، يعني سهلوا لنا حاجات كثيره بالنسبه للموضوع ده. الفكره يعني انا اصحابي صاحباتي في الجامعه كده كده، انا لسه طالب في جامعه ابن سينا، ف الفكره دائما اتقبلوها شديد. يعني احنا كان عندنا تجربه سابقه عن طريق نسيبي، عندهم كان تجربه زي دي 2015، فلما جو لتسجيل المنظمه ما توفقوا فيها طبعا النظام البائد وكده. انا ما اقدر اخش في سياسه لانه سياسه منظمتنا او مبادرتنا انه ما ندخل سياسه في الموضوع، لكن ما توفقوا، ممكن اقول ما توفقوا في الموضوع ده نسبه لحاجات كثيره. الحاجه الثانيه يعني انا اي زول كلمته موضوع المبادره وكده 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 يعني اتقبل الموضوع بطريقه مبالغه وسريع شديد وحب الفكره جدا. يعني انا اول ما عملت الرابط بتاع الفيسبوك، عملت الجروب بتاع الواتساب، ما عملت جروب واتساب، عملت الرابط بتاع الفيسبوك، فلقيت طوال يعني ناس كميه ناس كميه. نقدر نقول ان الشباب يعني جواهم طاقات كثيره وكبيره. ايوه ايوه، انت بعض مرات بتحتاج انه يعني يجيك دافع كده عشان تطلع الحاجه جواك، عرفتي؟ فالناس يعني لقت الدافع وكده، انا ذاتي لقيت الدافع بعد مده يعني، كنت مفكر في الموضوع ده من زمان لكن الحمد لله يعني. الحمد لله. الدافع اللي ذكره احمد في الجانب الاخير ده
هو واحد من مفاتيح النجاح. يعني بنشوف مبادرات كثيرة على أرض الواقع اشتغلت لكن للأسف وقفت. صحيح. وقفت لضعف إمكانيات، لضعف الدعم، حتى كمان لتكاتف الناس، بعد ذلك بتفرعوا يمشوا لمبادرات ثانية. فإحنا عايزين أنا إنسان دي ما تقيف تلقى حظها وبعد ذلك تتسجل ومن ثم يوفر مقر رئيس، بعد ذلك تكون عندكم تفرعات في ولايات السودان عشان نشوف الحوجة لكل ولاية مختلفة. فأنا عايز أشوف الخطة بتاعتكم شنو أنتو ليه قدام، يعني كمبادرة، يعني هل تكتفوا فقط بتقديم الرعاية للأطفال فاقدي السند ومرضى السرطان، ولا برضو عندكم خطط هي أنتو خاتنها لكن منتظرين الوقت المناسب لتنفيذها؟ يعني والله إحنا عندنا خطط طبعا، لكن الأهم أو ممكن تكون رقم واحد أطفال السرطان، نسبة اللحاءات كثيرة نسبة، يعني عدم توفر الدواء، عدم ما بيقول الاهتمام الكافي، حتى دور الرعاية الموجودة هنا في الخرطوم ف يعني ما لقينا الاهتمام كده بكون عليه. يعني أساس إنه أم مثلا بتجي من ولاية عشان تعالج ولادها هنا، فأصلا المستشفيات ما فيها يعني الإمكانيات اللازمة، ما فيها أدوية أو صعبة أو غالية عليهم أو كده أو كده أو كده. فالدور بتاعت الرعاية دي بتكون متكفلة بإنها الطفل ده يقعد عندها بس المختصر المفيد. أيوه صحيح. وبتعتمد على التبرعات الخارجية برضو على أساس إنه كل ما تبرع يجي تعالج مثلا أو تتكفل بحاجة فلانية. فموضوع التطرف أو التوسع ده احنا خدتين الأولوية لأطفال السرطان، لكن عندنا الفكرة إنه نوسع المنظمة أو المبادرة لأي حاجة إن شاء الله، يعني تكون مبادرة كاملة شاملة لأي حاجة، لكن الأولوية خيرية طبعا لأطفال السرطان، للأطفال يستحقوا الأطفال، يعني فئة مهمة جدا في المجتمع. وطالما إنه في شباب زيكم يعني موجودين في البلد دي وهمهم على البلد ودعمهم للخير كبير، أنا بعتقد إنه يعني السودان إن شاء الله هينهض بشبابه، هينهض بفكرهم. بتمنى إنه طاقات الشباب ما تهدر ساعة، يعني أتمنى أن الطاقات دي توظف في الأعمال الخيرية، توظف في أعمال البناء والتعمير للسودان جدي. إحنا شاكرين لك كثير جدا أحمد فؤاد سعد، مسؤول مبادرة أنا إنسان الخيرية على هذه المساحة، أتمنى لكم التوفيق ونسمع عنكم يعني في مقبل الأيام إن شاء الله مبادرة الله كبيرة جدا عالمية وليس على النطاق المحلي فقط. شكرا. طيب بعد الشكر سريعا نستغل الفرصة، أنت الآن أمام جمهور عريض بشاهد قناة الشروق، لو كان عندكم رقم حساب أو أرقام تلفونات بتاع الدعم ممكن تسهل لكم المهمة إنه حتى تنهض مبادرتكم. أيوه. ممكن تقول للمشاهدين يعني كاميرتك. قول الأرقام. يعني. قول أرقام أو لو كان في رقم حساب لأفراد لو محتاجين لدعم ممكن يصلكم يعني. طيب بالنسبة لرقم الحساب أو أرقام التلفونات أنا ما أعرف. أرقام التلفونات عندنا طبعا كل الشبكات. أول شيء قبل أرقام التلفونات وقبل كده أحب أقول يعني لشباب مبادرة أنا إنسان ولشباب مبادرة رئيس ولكل الشباب السوداني يعني ولكل من قدم الدعم وساهم في إنه إحنا نصل للمرحلة دي ونكون قاعدين حسي هنا معكم، نقدم لهم الشكر يعني ونقول لهم إحنا بيكم وإحنا أقوى بيكم ولسه مستمرين بيكم وبالشعب السوداني وبالشعب السوداني الجميل المناضل. الأرقام يا أحمد. حافظ رقم. رقم عارف رقم الحساب. شال رقم تلفونك. ما في مشكلة. لا أنا صح أديكم الأرقام، لازم كان أقول كده. استغل الفرصة. جميلة، أيوة عندك مشكلة مساحة لك. أرقام التلفونات بالنسبة لي قريبة 039-1234-71. بالنسبة لخط زين 090-147-85-35. رقم الحساب ما حافظه صراحه. طيب مشكله ان شاء الله اتواصل معاكم الارقام الباقي هي ان شاء الله كثر خير. لا لا ان شاء الله ندى للعافيه انه في مبادرات تنشط في الفتره الاخيره.